ايه ايه عقد الزوجية بدون دخول، نعم، هل يكون فيه التحريم مؤبدا على ابن العاقد؟ على ايش؟ على ابن العاقد. اي نعم، اذا عقد الوالد على امرأة حرمت على ابنه تحريما مؤبدا ولو لم يدخل بها الوالد، لان الله لم يشترط الدخول، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنكاح يراد به العقد، يراد به العقد. نعم، وكذلك الولد إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه ومجرد العقد. نعم.